مساء الخير، انا دكتور احمد مهران المحامي بالقضاء العالي. النهارده يا جماعه هنتكلم عن موضوع مهم جدا، هو الموضوع المتعلق بالافراج الصحي عن المتهمين. متى يجوز الافراج الصحي عن المتهم؟ الافراج الصحي عن المتهم له شروط وفق ما جاء في الماده 486 من قانون الاجراءات الجنائيه، واللي بتقول ان يكون هناك متهما مصابا بمرض من الامراض الخطيره الذي يهدد حياته ويؤثر على صحته وصحه السجناء داخل السجن، وأن يكون هناك تقارير من الطب الشرعي، تقارير طبية تؤكد على إصابة هذا المسجون بمرض خطير قد يؤدي إلى انهاء حياته، وأن وجوده داخل محبسه سيؤثر سلبا عليه وعلى صحته أو قد يؤدي إلى وفاته. في هذه الحالة بيتقدم محاميه بطلب إلى مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، يطلب فيه إحالة هذا المتهم إلى اللجنة الطبية لإعداد التقارير الصحية والشرعية للتأكد من حالته الصحية، وقوفا على مدى توافر الأسباب الموضوعية والإجرائية التي تسمح بقبول طلبه بالإفراج الصحي عنه نظرا لسوء حالته الصحية. بمجرد أن يتم عرض هذا الطلب على السيد المستشار النائب العام، بيتم إحالته إلى مصلحة السجون لتشكيل لجنة. اللجنة دي بيكون دورها إنها تقوم بتوقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات الطبية على مقدم الطلب للتأكد من مدى خطورة المرض الذي هو مصاب به وكيف يؤثر هذا المرض على حياته. فإذا تبين صحة هذا الأمر وأن هناك مرضا خطيرا يؤثر على صحة المسجون، بيتم بعد كده رفع هذا التقرير إلى النائب العام، والسيد المستشار النائب العام بيقوم بعرض الأمر أو إحالة الأمر إلى مصلحة السجون لتشكيل لجنة. هذه اللجنة لجنة متخصصة من الأطباء المتخصصين، لتقوم هذه اللجنة بتوقيع الكشف الطبي وإعداد التقارير والفحوصات الطبية على المريض المسجون للتأكد من خطورة المرض الذي يعاني منه، وما إذا كان هذا المرض من الأمراض التي تستلزم تقديم الطلب وإخلاء سبيله والإفراج عنه صحيا من عدم. وبمجرد صدور هذا التقرير يتم رفع الأمر مرة أخرى إلى النائب العام، والذي عليه أن يعني يفحص هذا الأمر وفحص التقارير الطبية وإصدار قرار النائب العام بقبول الطلب من رفضه. الأمر متعلق برخصة للنيابة العامة ولسيد المستشار النائب العام بعد إعداد التقارير من لجنة الفحوصات الطبية أن يقبل هذا الطلب ويأمر بالإفراج الصحي عن المتهم، أو أن يرفض هذا الطلب ويستمر المسجون داخل محبسه بعد رفض النائب العام لطلب الإفراج الصحي. أما بالنسبة للمحامين في الحالة دي، إذا ما صدر قرار من السيد المستشار النائب العام برفض طلب الإفراج الصحي لعدم توافر الشروط أو لعدم صحة التقارير الطبية المقدمة، يجوز للمحامي أن يتقدم بطعن على قرار النائب العام برفض الطلب الإفراج الصحي باعتباره قرارا إداريا، ويكون الطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، باعتبار أن قرار النيابة العامة بالرفض هو قرار إداري من القرارات التي تدخل ضمن السلطة الإدارية للنيابة العامة ويخرج عن السلطة القضائية المتعلقة بإجراءات التحقيق أو بإجراءات الإحالة للمحاكمة. أحمد مهران.